شرح قصيدة الصداقة، الصف السابع، اللغة العربية. مدخل إلى النص: الصداقة نور يبهج القلوب ويملؤها محبة وتسامحا، والصديق الحق هو الذي يترفع عن زلات صديقه مهما حاول الواشون إضرام نار الفرقة بينهما. الشاعر ابن الرومي هو أبو الحسن علي بن العباس ابن جريج، من شعراء العصر العباسي، ولد في بغداد عام 836 وتوفي عام 896. له ديوان ضخم نشر منه 5 مجلدات. أتاني مقال من أخ فاغتفرته، وإن كان فيما دونه وجه معتبي، وذكرت نفسي منه عند امتعاضها محاسن تعفو الذنب عن كل مذنب. ومثلي رأى الحسن بعين جلية، وأغضى عن العوراء غير مؤنب. فيا هاربا من سخطنا متنصلا، هربت إلى أنجى مفر ومهرب. فعذرك مبسوط لدينا مقدم، وودك مقبول بأهل ومرحب. ولو بلغتني عنك أذني أقمتها، لدي مقام الكاشح المتكذب. ولست بتقليب اللسان مصارما، خليلي إذا ما القلب لم يتقلب. شرح المفردات: امتعض غضبة، العوراء الفعل القبيحة، متنصلا متبرئا من الذنب، الكاشح العدو المبغض، مصارم مقاطع. أتاني مقال من أخ فاغتفرته، وإن كان فيما دونه وجه معتبي. المفردة والشرح: أتاني أي وصلني، أخبرت بلغني، مقال أي قول حديث، من أخ أي من صديق، ويقصد به هنا عن صديق. فاغتفرته أي غفرت لصديقي، أي سامحته، وإن كان ولو. دونه أي غير ذلك. وجه، واجهة، وصفة، ورأي. معتب أي عتاب ولو. شرح البيت: وصلني حديث عن صديق لي أساء إلي، فسامحته بالرغم من أن الحديث يستحق أكثر من اللوم. وذكرت نفسي منه عند امتعاضها محاسن تعفو الذنب عن كل مذنب. وذكرت أي استذكرت، ضمرت، فطنت نفسي أي ذاتي وفكري عند امتعاضها، أي لما انزعجت، محاسن أي صفات حسنة، ويقصد بها هنا صفات تكون سببا للمسامحة. الذنب الإثم، الخطأ أو الخطيئة. عن كل أي عن جميع. مذنب أي مخطئ، آثم. شرح البيت: عندما ضمرت الانزعاج من صديقي، فطنت لصفاته الحسنة التي تجعلني أتجاهل أي سوء قد يصدر عنه. ومثلي رأى الحسن بعين جلية، وأغضى عن العوراء غير مؤنب. مثلي أي أقراني، ويقصد بها هنا أمثالي من الناس. رأى بصر أو أبصر. الحسن الجميل، الفعل الحسن، بعين وهي العين التي نبصر بها، جلية أي واضحة، وأغضى أي غض البصر، العوراء
الأفعال قبيحة. مؤنب أي لائم، الشخص الذي يلوم. شرح البيت: إنني إنسان يعترف بكل فعل جيد فعله أخوه معه، ويمنع عينه عن النظر إلى سوء التصرف ولا يلوم عليه. فيا هاربا من سخطنا متنصلا، هربت إلى أنجى مفر ومهرب. هاربا، الهارب وهو الفار أي المبتعد عنه. سخطنا غضبنا، والسخط هو الغضب. متنصلا أي منسلا متهربا من الذنب. هربت أي فررت، أحسنت الفرار. أنجى أكثر أمانا، مفر ملجأ، مهرب أي مكان نهرب إليه. شرح البيت: أنت يا من تحاول أن تبرئ نفسك من الإساءة إلي، لك مني الأمان لأنني صاحب مغفرة ومسامحة. فعذرك مبسوط لدينا مقدم، وودك مقبول بأهل ومرحب. فعذرك العذر أي المبرر، مبسوط أي معروف أي عرفناه، لدينا أي عندنا، مقدم أي سابقا، وودك أي تقربك، مقبول أي قبلناه أو مرحب به، بأهل أي أهلا وسهلا، ومرحبي أي مرحبا بك. شرح البيت: لقد قبلنا مبرراتك وأعذارك من قبل أن تأتي بها، وعندما تتقرب منا نقول لك أهلا وسهلا. ولو بلغتني عنك أذني أقمتها، لدي مقام الكاشح المتكذب. بلغتني أي أخبرتني، أذني أي الأذن التي أسمع بها، أقمتها أي عاملتها، أعطيتها مقام. لدي أي عندي، مقام أي مكان. الكاشح وهو العدو المبغض الذي يضمر لك العداوة. المتكذب أي الكذاب الذي ينقل الخبر الكاذب. لو أنني سمعت بأذني أنك يا صديقي تسيء إلي، لكذبت أذني ولاتهمتها بالعداوة لي. ولست بتقليب اللسان مصارما، خليلي إذا ما القلب لم يتقلب. ولست أي لا أفعل، بتقليبي أي بتغييري بتبدلي اللسان أي الكلام والحديث. تقليب اللسان أي تغيير طريقة الكلام. مصارما أي مقاطع، مخاصم، مهاجر. خليلي أي صديقي وصاحبي. القلب وهو الفؤاد، يتقلب أي يتغير. شرح البيت: إنني لا أخاصم صاحبي على ما قاله لسانه طالما أن فؤاده لم يتغير تجاهي.